نروح يا باشمهندس نقرا الكلام او الباراجرافات اللي موجوده عندنا هنا يا باشمهندسين عشان خاطر نفهم اكتر. قال لك هنا تتصرف البلاطه كانها كاميرا عميقه مستمره، قلناها خلاص هذا كونتينوس تي بيم، والمعروف ان الكاميرا العميقه طبعا بتكون ذو عمق كبير، وبالتالي يا باشمهندس الكاميرا دي جزئيتها ايه؟ كبيره جدا جدا. ممكن يقول يا باشمهندس ان الكاميرا دي طالما هي عميقه يبقى الفيري ستيف ان بلين يا باشمهندس، يعني قويه جدا في البلين. يعني ايه قويه في البلين يا باشمهندس؟ يعني تقدر تقاوم اي ديفورميشنز هتحصل في مستواها. يعني يا باشمهندس لما انا اقول اللاترال لود بالمنظر ده موجود على الفلور هنا يا باشمهندس وعلى الفلور هنا والفلور دي اعتبرتها ديب بيم وقمت قايل ان هي فيري ستيف يا باشمهندس ان بلين، يعني المستوى بتاعها اللي هو اكس واي يا باشمهندس جاسئه جدا، فاللاترال لودز دي يا باشمهندس عمرها ما هتسبب ديفورميشن لا في اف 1 ولا حتى يا باشمهندس في اف 2، لان الكاميرا او الباص ده يا باشمهندس اللي تطور بالنسبه لنا بقت كاميرا دلوقتي ستيف جدا، اخيرا يا باشمهندس ان هي يحصل لها ايه؟ موشن او ترانسليشن، مجرد انها تتنقل من مكانها فقط. فقال لك يا باشمهندس ستيفنس ان بلين يعني الفليكشن ريليز يا باشمهندس بتاعتها اللي هو الاي في الاي تقريبا ما لا نهايه خلاص، وبالتالي عندما تتعرض للاحمال في مستواها لا تتشكل، لكن يا باشمهندس ممكن يحصل لها ايه؟ موشن او ترانسليشن فقط لا غير. وبالتالي يا باشمهندس عندما تتحرك البلاطه اللي هي احنا اعتبرناها كاميرا عميقه ينتج عن ذلك حركه لجميع العناصر الرأسيه، هو اكيد لان العناصر الرأسيه اللي عندي الشير وول خلاص مرتبطه يا باشمهندس بمين؟ بالفلور. فطالما الفلور يا باشمهندس هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها حركه بالمنظر ده وحركه ثابته مش بدون اي تشوهات، يبقى كده يا باشمهندس الشير وول برضه اللي هيحصل لها هتتحرك معاها يا باشمهندس العناصر الرأسيه خلاص اللي هي مين؟ الاعمده والشير وول والكورز، والعناصر الرأسيه دي يا باشمهندس تبدا تقاوم الحركه اللي هي اتحركتها، فبالتالي سينتج اجهادات داخليه تتمثل فيها يا باشمهندس في عزوم ونورمال فورس وشير فورس يا باشمهندس خلاص. طيب من هذا المفهوم حاليا، من هذا المفهوم قلنا ان البلاطه كاميرا عميقه مستمره خلاص، اللي ممكن تكون اكتر من باكيه حتى لو هي باكيه واحده بنسميها سمبل دي بيم، لكن لما هي تبقى كونتينوس خلاص لو هي اكتر من باكيه طبعا خلاص، فهي كاميرا جاسئه او بلاطه جاسئه اخرها الترانسليشن مش هيحصل لها اي ديفورميشن، وبالتالي الاعمده او العناصر الرأسيه بمعنى اصح بتتحرك معاها، العناصر دي بتحاول تقاوم الحركه بتاعت السقف الثابته بدون اي تشوهات، خلي بالك في مين؟ في البلاطه، لان كان الموضوع ده اكتر من مره، وبالتالي طالما انا هبدا اريزيست يبقى يا باشمهندس يبقى في رد فعل، ما هو لكل فعل اللي هي اللاترال لود رد فعل اللي هو الريزيست، رد فعل ده يا باشمهندس اللي هيبقى متمثل في ستريننج اكشن داخليه، قد يكون مومنت وشير ونورمال خلاص، بس احنا عايزين نفهم يا باشمهندس ان المسافه بين اي نقطتين قبل التحميل هي نفس المسافه بعد التحميل، لان يا باشمهندس البلاطه اتحركت بالكامل مفيش اي نقطه اتشوهت مفيش اي نقطه اتحركت لوحدها، بمعنى اصح يا باشمهندس لو قلت ان النقطه دي قبل التحميل بعد التحميل يا باشمهندس هتكون هنا مثلا خلاص، يعني اتحركت حصل لها ازاحه بالمنظر ده كده، هنا يا باشمهندس اتحركت ازاحه بالمنظر ده خلاص. طيب ده في الاتجاه الرأس مثلا، طب انا يا باشمهندس لو عندي نقطتين قصاد بعض، النقطتين قصاد بعض يا باشمهندس المسافه بينهم كانت مسافه معينه، بعد التحميل النقطه دي جت هنا والنقطه دي جت هنا، كانت هي نفس المسافه بعد التحميل، فده معناه ان البلاطه ما اتشوهتش، فده اللي بيقول لك ان المسافه بين اي نقطتين قبل التحميل هي نفس المسافه بعد التحميل. طيب يا باشمهندس توزيع الاحمال هنا بقى على العناصر الرأسيه، ما احنا مستخدمين ان البلاطه هتبدا توزع الاحمال يا باشمهندس اللي جايه عليها على العناصر الرأسيه. هنا التوزيع بيعتمد فقط على جسائد كل عنصر، يعني على الاستيفنس بتاع كل عنصر رأسي سواء عمود او شير وول او كور يا باشمهندس، دون النظر لقرب او بعد العنصر الرأسي من منطقه تأثير الاحمال. طب يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ يعني لو عندي كاميرا والكاميرا دي عليها حمل في المنتصف وعندي كاميرا ثانيه او نفس الكاميرا يا باشمهندس بس المره دي الحمل بقى على الطرف، قال لك يا باشمهندس مش فارقه معايا الحمل في المنتصف ولا الحمل على الطرف، انا يهمني اشوف جسائد كل عنصر خلاص، وحسب جسائد كل عنصر هيسحب جزء، هل ده منطقي؟ لا مش منطقي، لان حتى يا باشمهندس قرب او بعد الحمل من العنصر
بيؤثر في انتقال الحمض نفسه. طيب يا باشمهندس، كل اللي انا ذكرته هنا يعتبر ايه؟ يعتبر الديافرام ده من النوع الريجيد، من النوع الاستف بمعنى اصح. فبيقول لك ان انت لو رحت عرفت الديافرام بتاعك كانه ريجيد، يعني كانك حققت الحاجات اللي انا اتكلمت فيها من شويه، كانك قلت ان البلاطه دي عباره عن ديب بيم، يعني كاميرا عميقه متناهيه الجساءه، الفليكشر ريجيد بتاعها في المستوى بتاعها يا باشمهندس ما لا نهايه، وبالتالي البلاطه لن تتشكل، ستنتقل بس او ستتحرك فقط، ولما تيجي تنقل اللاترال لود للعناصر الرأسية مش هتعتمد على مسافة او قرب العنصر مني ولا لا، هتعتمد فقط على جساءة كل عنصر، ودي يا باشمهندس عامل سيء بالنسبة لنا ما ينفعش ان احنا نعمله. وكمان يا باشمهندس استحالة انك تلاقي بلاطة في الحقيقة متناهية الجساء، الجساء بتاعتها كبيرة صح، لان البلاطة يا باشمهندس بتكون سمكها صغير، فممكن يحصل لها ديفورميشن مع اقل الاحمال الممكنه. فقال لك يا باشمهندس ان في الحقيقه فعلا البلاطه ليست لها جساء متناهيه، وفي نفس الوقت جساءتها ما هي الصفر يا باشمهندس، لكن الادق بالنسبه لنا ان البلاطه ليها اي اي بس من صفر لكام يا باشمهندس لما لا نهايه، وده معناه ان طالما الجساء بتاعتي ان بتويل يعني لها قيمه بسيطه، فممكن يا باشمهندس البلاطه يحصل لها ايه؟ ديفورميشن، وفي نفس الوقت برضه يا باشمهندس هيحصل لها ايه؟ موشن خلاص؟ وبالتالي هيحصل عكس اللي احنا قلناه من شويه هنا يا باشمهندس، ان المسافه بين اي نقطتين قبل التحميل لن تساوي المسافه بعد التحميل، لان البلاطه اتشوهت، فجزء اتشوه وجزء ممكن يكون ثابت، فاكيد المسافه بين النقطتين قبل التشوه كانوا مسافه معينه، بعد التشوه النقطه اتحركت وفضلت ثابته، فالمسافه كبرت، فالمسافه يا باشمهندس اتغيرت. خلاص هنا بقى ساعتها توزيع الاحمال على العناصر الرأسية بيعتمد بالفعل على جساءة كل عنصر بالاضافة لقرب او بعد هذا العنصر من منطقة تأثير الحمل. يعني هنا يا باشمهندس في المنظر ده كده لو اعتبرت ان الكاميرا دي اللي هي اعتبرت بالنسبة لنا البلاطة دلوقتي بلاطة ليها جساءة معينة، رغم ان يا باشمهندس ان البلاطة دي بالنسبة لنا السبان بتاعها واحد والحمل اللي بيؤثر عليها متطابق بس واحد في النص واحد على الطرف، هيقول لك ان كل عنصر او كل ركيزه عندي يا باشمهندس حسب جساءتها وحسب قربها او بعدها من الحمل هتسحب حمل بمقدار كذا، وده الادق يا باشمهندس، وده اللي بنسميه السيمي ريجيد. خلاص؟ اللي هي مش يا باشمهندس زيرو ومش ما نهايه. زيرو دي بنسميها فليكسبل مرن، يعني مفيش اي مقاومه. ما هي دي بنسميها ريجيد، ان بتوين بنسميها سيمي ريجيد، يعني ايه؟ يعني لحد ما شبه جاسة يا باشمهندس. خلاص؟ اللي انا قلته دلوقتي انا عايزك تجمعه كده مع بعضه، لان احنا في الاخر هنوصل لقرار كمان شويه. اذا يا باشمهندس من اللي انا قلته ممكن في الاخر نقدر نقول ايه المقصود بمصطلح الديافرام. مصطلح الديافرام يطلق على العناصر المسطحه اللي بتقوم بنقل الاحمال في مستواها الى العناصر الاخرى. مين اللي بيعمل الكلام ده يا باشمهندس؟ البلاطه تاخد الاحمال الجانبيه عن طريق مستواها في الامبرين بمعنى اصح، تنقل الاحمال الجانبيه دي للعناصر الرئيسيه. خلاص؟ لذا يا باشمهندس نعتبر ان البلاطات عباره عن ديافرامات عندما تقوم بنقل الاحمال الجانبيه الناتجه عن القوى الزلزاليه والرياح الى العناصر الرئيسيه زي الاعمده وحوائط القصف.